السلام عليكم، أنا سراج الفقيه، طالب طب سنة ثالثة طب بشري في جامعة ليبيا الدولية. والله الحق الموضوع هو جاي كان من الجامعة، كان في لست متاع مواضيع اللي اختاروهم الطلبة، حيث أنا حقيت واحد من المواضيع الجائزة أو المواضيع المختارينها كان البايوتيرورزم، حيث أنا كان موضوع شيقني، يعني حسيته interesting. وانا عارف ان مثلا في البايوتيرورزم لما جيت نسال في طلبه وحتى اعضاء العائله متاعي وحتى اقارب نسال فيهم عن موضوع البايوتيرورزم، حيث ان يقولوا شنو هو، يعني ما فيش اي وعي او ما فيش اي ادراك يعني بالموضوع بحد نفسه، يعني فهذا حفزني بزياده ان انا نبحث عليه وندير عليه موضوع البوستر متاعي. البايوتيرورزم او الارهاب البيولوجي يعني تقدر تقول عليه انه هو استعمال الامراض او استعمال الفيروسات بكتيريا ولا اي نوع من المرض كسلاح باش نهدي به الناس ونسبب اضرار كبيره للمجتمع. لا بالعكس، البايوتيرورزم كان استعمال يعود حتى 100 سنة قبل الميلاد، يعني مش حاجة جديدة استعملت قبل مثلا 50 ولا 100 سنة قبل، أنه هو كانت استراتيجية، يعني استخدام الأمراض وجثث الحيوانات والأوساخ كانت استراتيجية ثابتة، كانت استعملت في العديد من الحروب الأوروبية والحديد من حتى الحرب الأهلية الأمريكية، حتى في القرن العشرين كان يستعملوا مثلا الجثث يأخذوا فين يحطوا فين مثلا في الأنهار مياه الأبار حيث يلوثوا المية حيث تتأثر على الجيش ضد. التصنيف متاع الأمراض أو الأسلحة البيولوجية مثلا ولا البيولوجيكال ايجنتس يقولوا عليهم أن according to CDC اللي هو مركز مكافحة الأمراض أو Center of Disease Control الأمريكي يصنف فيهن على 3 categories حيث هو A, B و C، حيث أول واحد category A يصنف تحت ال most dangerous أو الأكثر خطورة، حيث أن هذن أمراض سهل الانتشار وأنها عندهم high mortality rate يعني سبب الموت بطريقة كبيرة جدا، يعني وحتى شنو أخرى أنه هو عنده potential to create major public impact يعني يأثر في المجتمع بطريقة كبيرة وأنه يسبب في خوف كبير بين الناس لو كان انتشار المرض بيناتهم. وأيضا كمكافحة هذه الاستخدام أحد من الأسلحة هذنا هو يتطلب طرق معينة خاصة بالمرض حيث أننا نقدر نكافحهم و prevent using نمنع استخدام أصلا. ومثال كبير يعني على واحدة من الأجنس هذنا هو البكتيريا باسيلس أنثراكس اللي هو يدير مرض الأنثراكس أو المعروف بالجمرة الخبيثة. كاتيجوري B أجنس هذنا يعتبر مقارنة بكاتيجوري A السهل أقل معدل انتشار متاحن ويسبب معدل الموت متاحن أقل، بس مازال لحد ما يطلب طرق خاصة للمرض حيث أنه هو يسبب حيث نقدر نكافحه. ومثال عليه هو الابسلون توكسين تاع بكتيريا اسمها كلوستريديوم بيرفرنجس، حيث ان البكتيريا هذه او السم هذا يطلع في البكتيريا ما يأثرش في الانسان ما يسببش مرض، فبس يقدر يسبب مرض بطريقه كبيره مثلا في الاغنام وفي البقر، بحيث لو استعمل كسلاح فيستعمل لي كهدف اقتصادي يعني باش كاستعمل له. كاتيجوري سي والاخير هو يعتبر فيه الامراض الجديده او الامراض اللي يتم تصنيعها مثلا فيروسات أو بكتيريا يتم تعديلهم في مختبرات معينة حيث أنهن يكون لهم معدل موت كبير ويقدر سهلة الانتشار. مثال عليهم هو فيروس H1N1 أو إنفلونزا الخنازير، حيث أنه هو معروف أنه هو دار الأبيديميك أو في 2009. لا في الفترة الأخيرة ما أظنش فيه يعني أي استعمال للأسلحة البيولوجية، حتى لو كان فيه ما أظنش يعني حيكون معروف عند الناس يعني، بس الحكومة الأمريكية أو الجيش الأمريكي بحد ذاته دار زي سيميوليشن يعني محاكاة للحقيقة، مثلا قالوا شنو يصير لو خدينا مثلا سبورز متاع مثلا متاع بكتيريا باسيلس أنثراكس اللي تهجم الخبيثة في طيارة مثلا 500 كيلوغرام حطيناها نشرناها فوق مدينة معينة،
القوة أنا في المحاكاة هذه نتيجة لأن المستشفيات يعني غير مستعدة للديلينج مع كهجوم هذا أثر بطريقة كبيرة على الناس. حوالي 30 مليون نفر تم انفكشن به بالمرض هذا، وحتى دار أضرار اقتصادية كبيرة حيتأثر مثلا في الدولة حوالي 200 مليون دولار. تمام. البايوتيرورزم كبريفنشن أو كوقاية له لازم حاجتين، برايمري وسكندري. البرايمري بريفنشن يعتمد على توعية الناس بحد ذاتها، مثلا لو أنا كحكومة لازم نثقف الناس أو نقنعهم أن شخصيا أن استخدام الأسلحة أو الأسلحة ذنة أو الأمراض اللي أذى الناس حاجة غلط، يعني مفروض أنا ما نديرهاش يعني كإنسان اللي إنسان آخر. السكندري بريفنشن يعتمد على الايرلي ديتكشن والتريتمنت، يعني انا لازم نكتشف امتى يصير الاتاكس هذنا وكيف نقدر نعالج اذا كان صار. وهذا نحن كمجتمع طبي يعتمد علينا بطريقه كبيره، حيث ان نحن الادرى بهذه الامراض وطرق الانتشار متاحه، فنحن نلعب دور كبير في الحد من الضرر متاحا اذا كان صار.